الاهلي عشان يرجع مره تانية ويشارك في بطوله كاس العالم للانديه بعد ما غاب في فتره طويله. معانا دلوقتي مراسل قناه النادي الاهلي شريف شعبان. مساء الخير عليك يا شريف. بخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عايز اعرف منك بقى الاجواء عندك عامله ازاي والكواليس اللي موجوده عندك. يمكن الاهلي بدا تمرينه في الثالثه والنصف عصرا، يمكن كان في مباراه وديه النهارده، لكن النظر ان عشان طبعا زياره الرئيس الفرنسي في القاهره يمكن كان وسط البلد يمكن زحمه جدا فتعطل وصول فريق الميعاد. يمكن طبعا على الفور مستر لاشارتي لغى المباراه وقام بتدريب اللاعبين. يمكن كان قبل بدايه المران كان في حوالي محاضره مع اللاعبين في ارض الملعب حوالي 5 دقائق اتكلم فيها عن طبعا خلق الملف المحلي والتركيز في الفتره المقبله في مباراه افريقيا المقبله، تركيز فقط في صوره افريقيا والتركيز على الفوز في المباراه المقبله. يمكن اللي شارك في مباراه الامس يمكن النهارده كان في عندهم تدريب خفيف جدا في الجيم، والبعض شارك في تدريبات بدنيه، يمكن الشحات والشناوي وايمن اشرف شاركوا في تدريبات داخل ملعب التتش، والباقي شارك في الجيم ثم عملوا الريكفرنج في الثلج في المختص. يمكن تعيين مستمر على الجانب الاخر لاحمد الشيخ، مروان محسن، حسام عاشور، علي لطفي. يمكن الاصابات النهارده حضر ياسر ابراهيم ورمضان صبحي بالاشاعه، يمكن لسه دكتور الفريق الدكتور خالد محمود قايل لي ان اللي هيكون الغياب من 10 ل 14 يوم بس باذن الله يكون 10 ايام بس غياب ياسر ابراهيم ورمضان صبحي. طيب. يمكن رمضان عنده شد في ياسر ابراهيم 10 ايام ل 14 يوم؟ اتفضل. ياسر ابراهيم من 10 ايام 10 من 10 ل 14 يوم. من 10 بالنسبه لرمضان صبحي ياسر ورمضان الاثنين عنده شد في الضمه، ورمضان صبحي عنده شد في عضله الحوض من 10 ل 14 يوم، اقصى حاجه 14 يوم بس باذن الله مش هنوصل للرقم ده. بيقول لي من 10 ل 14 بالسلاره و10 ايام، يعني ده معناه ان هم هيغيبوا عن لقاء سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير القادم. رسميا طبعا بيغيبوا عن مباراه السبت القادم. يمكن زي ما قلت لك باقي اللاعبين النهارده شاركوا في المران بعد محاضره مستر لاشارتي ليهم، يمكن كان في تدريب بدني ثم ختمت بتقسيمه في الملعب. كابتن طارق سليمان على الجانب الاخر وتدريب الحراس اكرامي مصطفى شوبير احمد طارق، ويمكن بعد انتهاء المران كان حريص يزود الجرعه التدريبيه لمصطفى شوبير واحمد طارق لان هم طبعا تحت السن فبيزود لهم بيصقل لهم مهاراتهم. يمكن الوحيد اللي ممكن يكون قريب من مباراه يوم السبت هو حسام عاشور، يمكن هو الاقرب لدخوله للمباراه. يمكن انتهى منذ قليل طبعا التدريب وتقرر السفر الى اسكندريه يوم الخميس القادم، ويكون باذن الله مباراه يوم السبت. نسال الله التوفيق للنادي الاهلي يكون فوز حديث فريق النادي الاهلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي.